مشكلتنا انه نحاكي الحقيقه من باب مصلحتي، يعني اذا انا ما تعينتش معناته في شيء غلط. احنا بنتكلم عن واقع اعداد تدفق كبير غير متزن اطلاقا، لابد من قرأ دراسة الخطر في هذا الموضوع. لذلك احنا بالعاده بنستقبل من 40 الى 55% من مخرجات الناتج التعليمي اللي هو حوالي تقريبا 70,000 بتخرجوا بقدموا عنا، احنا بحدود نصفهم تقريبا. يعني الكشف الجديد سيتضمن تقريبا بحدود تقريبا حوالي 34,800 طلب جديد. حياكم الله. نحو نصف مليون طلب توظيف في ادراج ديوان الخدمه المدنيه، 156,000 طلب لطلبة الهندسة فقط، هذا على سبيل المثال. أكثر من 75% منها طلبات للإناث. كل من أكمل 48 عاما يلغى طلبه. حجم التعيينات في الحكومة لا تتجاوز 10%، 8,000 وظيفة جلها تربية وصحة، علما بأن عدد خريجي الجامعات والكليات المتوسطة سنويا يتجاوز 70,000 خريج. 10,000 طلب شطبت مؤخرا بعد إعلان الكشف التنافسي لعام 2022 بسبب ربط قاعدة البيانات بالضمان الاجتماعي، وجد أنهم عاملون شطبت طلباتهم. الامتحانات، المقابلات التنافسية، حق الأقدمية، كلها تحسب بالنقاط. والسؤال، لماذا لا توجد مركزية للتوظيف، خصوصا أن الطلب فقط تربية وصحة؟ وجهتا نظر إحداها تؤيد إلغاء فكرة وجود ديوان الخدمة المدنية، تقابلها فكرة تخالفه وتخالفها الرأي. أهلا بضيوفي، واسمحوا لي أن أبدأ بمعالي ماهر المدادحة وزير تطوير القطاع العام الأسبق. مساء الخير معالي. مساء الخير، الله يعطيك العافية. وأهلا بالدكتور عبد الله ضاه المدير العام لمعهد الإدارة العامة الأسبق. أهلا بك دكتور. أهلا فيك. صوت المملكة بدأ، أهلا بكم. يمكنكم متابعة صوت المملكة عبر حساب قناة المملكة على موقع الفيسبوك، كما يمكنكم أيضا المشاركة بطرح الأسئلة. أطلق رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر الكشف التنافسي الأساسي لعام 2022، وقال الناصر إن الكشف التنافسي المعلن عنه سيعتمد في ملء شواغر الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية. لفت إلى أن بإمكان أصحاب طلبات التوظيف الاستعلام عن أدوارهم التنافسية للعام الحالي من خلال موقع ديوان الخدمة المدنية الإلكتروني. شدد على أن قدرة الجهاز الحكومي على التعيين محدودة، حيث تبلغ نسبة التعيينات الإجمالية حوالي من 10 إلى 12% من إجمال الخريجين سنويا. يذكر أن الزيادة التراكمية السنوية بلغت 7.6% مقارنة بالعام السابق. في استفتاء أجري يخص عنوان صوت المملكة الليلة، والذي نشر على حساب قناة المملكة على تويتر تحت سؤال: هل تؤيد تغيير دور وآلية عمل ديوان الخدمة المدنية؟ 84% أجابوا نعم نؤيد، بينما 16% كان جوابهم معاكسا بلا. أهلا بكم من جديد، واسمحوا لي أن أجدد الترحاب بضيوفي مع حفظ الألقاب. سأبدأ وإياكم هذا اللقاء، وأبدأ معك أستاذ ماهر. هل أنت مع وجود ديوان خدمة مدنية أم لا، ولماذا؟ تفضل. نعم، شكرا لك. يعني هالقضية ليست قضية وجود الديوان أو عدمه. نعم، إحنا نتكلم عن تطوير الوظيفة العامة من خلال مفهوم أوسع، اللي هو إعادة النظر بهيكلة القطاع العام بشكل عام. نعم، وموضوع الموارد البشرية في القطاع العام هذه جزئية تخص الديوان أو تخص الحلقة اللي فيها الديوان. نعم، نحن لغاية الآن لا يوجد لنا رؤية واضحة لتطوير القطاع العام. صار لنا أكثر من 10-15 عام نتبنى برامج ويعني أنشطة، لكن نهايات غير مكتملة. لا زال القطاع العام مشوش، لا زال في تراجع في مستوى الخدمات، لا زال في يعني تمركز في عملية تقديم الخدمات وإبعاد القطاع الخاص واستفادة من الموارد الأخرى. نعم، هذا الكلام بجرنا انه احنا نظام الخدمه المدنيه اللي هو معني بتطوير الموارد البشريه.
هل نحن اليوم كل الدنيا وكل العالم اليوم تطور مفهوم ما في مركزية في إدارة الموارد البشرية لدولة؟ كنا نقول والله هذا نظام خدمة مدنية، أو بمعنى الخدمة المدنية والخدمة العسكرية، نفهم الخدمة العسكرية لها خصوصية معينة ويبقى نظامها مركزي ومعروف. لكن في الخدمة المدنية خرجنا عن هذا النطاق عالميا، وتطورت الإدارة الحديثة لما يعرف بأنظمة موارد بشرية. واليوم الدولة بكل وحداتها الإدارية وبكل مؤسساتها وبكل وزاراتها لا تتشابه في الأداء الوظيفي للموارد البشرية فيها، وبالتالي لا يمكن أن تحكمها بنظام واحد شمولي ونظام يعني يمارس على كل الموارد البشرية الموجودة في القطاع العام. نعم. نحكي عن القطاع العام. لذلك أنا مع أن يكون في موارد بشرية لكل وحدة إدارية، لكل وزارة، لكل وزارة ولكل مؤسسة حكومية، ينطلق هذا النظام من خصوصية عمل هذه الوحدة الإدارية ومن خصوصية عمل هذه الوزارة. وبالتالي تستطيع الوزارة تكييف مستوى الموارد البشرية اللي فيها واحتياجاتها ونوعية الموارد البشرية وكفاءتها وقياسها وتقييم أدائها بصورة منفصلة عن إطار عام يعني يخدم. أنت بتحكي عن 200 ألف موظف، هل يجوز أنك أنت تطبق عليهم نظام واحد؟ يا أخي تختلف الوظائف، اللي بيشتغل في الأشغال العامة مش زي اللي بيشتغل في وزارة في الزراعة أو بيشتغل في وزارة الطاقة أو بيشتغل، تختلف المهام وتختلف الوصف الوظيفي يختلف، وتختلف أصلا خطورة العمل ويختلف البدل. ما بصير أعطي راتب واحد يعني أعمم مع كل موظفي الدولة والمخاطر تتباين من موقع إلى آخر. فبالتالي المبدأ البسيط أن لا يكون هناك مركزية في إدارة الشأن الوظيفي أو شأن الوظيفي العام. نعم. يجب أن يكون هناك أنظمة موارد بشرية لكن تحكمها سياسي عام من الدولة بإطار ضيق. نعم. كيف ترد على اللي تفضل يا سيدي؟ وهذا يعني خصوصاً نتحدث لك بنوع من أنواع العدالة المجتمعية، أنت عم تعطي راتب واحد للجميع بينما المخاطر تختلف. هذه نقطة. نقطة ثانية، الآن عدد كبير ناس بيقول لك دخيلك وصار عمري 47 سنة، السنة الجاية ببطل بشيلوا اسمي من ديوان الخدمة المدنية. يا سيدي بداية أنا مع وجود ديوان الخدمة المدنية كجهاز مركزي لإدارة الوظيفة العامة وإدارة الإشراف على إدارة الموارد البشرية وتخطيط الموارد البشرية والرقابة. الآن الصورة الذهنية عند المواطنين عن ديوان الخدمة المدنية أنه فقط للتوظيف. التوظيف يا أخ عامر لا يشكل أكثر من 20% فقط من عمل ديوان الخدمة المدنية. الآن في عندنا مهام أخرى. ما هي؟ تخطيط الموارد البشرية، وهذا اللي يجب أن يبقى. أنا مع تعزيز دور ديوان الخدمة المدنية، ومع التعزيز يجب أن يكون هناك تشريع أقوى من النظام الحالي. وأنا اقترحت منذ زمان أن يكون لدينا قانون للموارد البشرية والتطوير، يعني تشمل الخدمة المدنية والتطوير. وهذا القانون يعطي صفة الضابطة العدلية لرئيس ديوان الخدمة المدنية ويقوي دوره في التخطيط والرقابة. ولكن موضوع التوظيف أنا مع أنه يكون لا مركزي ولكن تحت رقابة ديوان الخدمة المدنية. وإذا قدرنا نعمل قانون للموارد البشرية نستطيع أن نعمل أنظمة داخلية. معلش أنت قلت 20% بس الصورة الذهنية لديوان الخدمة المدنية أنه للتوظيف، وهناك مهام أخرى لديوان الخدمة المدنية. هل نجح ديوان الخدمة المدنية بال20% من هذه المهام؟ أنا بدي أسألك هذا السؤال، مش قلت 20%؟ أنا بدي أشيل 80% وبدي أقول إنه هو أبدع بال80%، مع إنه راح تعرفني عليهن كلهن وراح أناقشك بهاي المواضيع. 20% هل نجحت سياسة ديوان الخدمة المدنية في هذا الجزء الموكول إليها بال20%؟ هل تم إجراء دراسات على مدى النجاح؟ لا نستطيع أن نقول أن الديوان لم ينجح، لكن إحنا الديوان مطلوب منه، على فكرة الديوان لا يوظف، هاي كمان نقطة يعني الديوان يستجيب لمتطلبات الوزارات. يعني وزارة التربية والتعليم بيقول بدي 1000 شاغر ضمن هاي المواصفات، الديوان يلبي هذا الطلب، لكن الديوان لا يستطيع أن يقول لوزارة التربية عينه 20 أو عينه 100 أو 10. يعني المشكلة بالوزارات. نعم، في نقطة رئيسية كمان أنا بدي أحكي لك عنها. كمان بعض الوزارات يا أخ عامر من خبرتي. نعم. بيجي مدير دائرة مثلا بيربد بكتب لوزيره أرجو تزويدي بالوظائف التالية مثلا 20 وظيفة، وبنطي نسخة منها لواحد من النواب. بيروح هذا النائب وين؟ يا بروح على مجلس النواب يا رئيس الوزراء يا رئيس ديوان. طيب بيقول هاي المدير طالب، الديوان ما بده عين. وبالتالي الديوان الأصل هاي يكون في تعميم من دولة الرئيس إنه ممنوع واحد يطلب وظائف إلا من خلال لجنة تخطيط الموارد البشرية اللي فيها عضو من الديوان وعضو من الوزارة المعنية وعضو من دائرة الموازنة العامة. الاستثناءات
الاستثناءات الديوان لا يستطيع ان يستثني. مش موافق عليها؟ الديوان ليس له علاقه. طيب ماشي 20% الديوان نعم. يستجيب لا يوظف سيدي وهو وهذا جزء 20% فقط من مهام الديوان الخدمه المدنيه. سيدي الديوان يعني تاريخيا كانت حجم القطاع العام صغير ماشي، وبالتالي كانت الوظيفه العامه سهل السيطره عليها، كان يسموه ديوان الموظفين بس قبل 30 سنه و40 سنه ماشي. لكن بعد ما توسعت الدوله وتوسعت الوحدات الاداريه فيها اصبح هناك يعني عدم سيطره على هذا الموضوع. التوظيف الاصل في الديوان ما يوظف، الاصل هو يرتب شؤون الوظيفه العامه فقط، مش هو اللي يعين، مش هو اللي يشتغل، هو يمسك ملفات ويحط اسس التقييم، اسس المتابعه، اسس الترقيه، اسس التعيين كاسس، ما يكون دوره تنفيذي في عمليه التعيين. هذا المفروض انه يجب ان تبنى القدره المؤسسيه داخل الوزارات والوحدات الاداريه ان تكون هي قادره على تحديد احتياجاتها الوظيفيه، وقادره على تحديد نوعيه هذه الاختصاصات المطلوبه، وتقوم هي بعمليه التعيين، هي بتطبق سياسات قد يضعها هي. هذا الديوان الخدمي قد مستقبلا المفروض يفضي الى مجلس سياسات صغير او هيئه سياسات بتضم التدريب، بتضم موضوع الكاباسيتي بيلدينج داخل الوزارات والمؤسسات. تدريب نعم. اسألوا عن المعهد، كان مدير المعهد نعم، اسألوا يعني عن المعهد. يعني بعتقد انه هذا وانت كنت وزير انت تعلم عن المعهد، كان وزير المعهد كمان نعم يعني. وين التدريب يعني هسه احنا انت لما بتطلع بتقيم الاداء العام لكل موظفي الدوله في تراجع، انت روح على اي وزاره ما بتطلع مسرور من من مستوى الخدمه ولا مستوى التعامل فيها ها، هذا تراجع في مستوى الخدمات في النهايه، انا بنعكس علي كمواطن مستوى خدمه. انا ليش بعين كوادر بشريه؟ لازم تكون هذه الكوادر البشريه مدربه، لازم تكون عارفه شغلها، لازم تكون ملتزمه في شغلها، لازم يكون في عليها متابعه وتقييم ومساءله ومحاسبه. نعم. هذا الكلام هل يقوم به الديوان في الوضع الحالي؟ ما بعرف. هذا يعني يقيم؟ الديوان يحتاج الى تعزيز تشريعي. بس جاوبني على سؤال. لا يقوم به بشكل كامل لانه ما معه صلاحيات حسب النظام. الان احنا حكينا المره الماضيه ديوان الخدمه المدنيه لازم يكون له صلاحيات في الرقابه والتخطيط. ماشي. الان بالتخطيط خلينا اول شيء لازم يكون عندنا رؤيه وطنيه. لا يوجد هناك رقابه ولا تخطيط بالنظام والقانون يسمح لديوان الخدمه المدنيه بممارسه الرقابه والتخطيط. الان خلينا اجيك على التخطيط. الان خلينا احكي لك عن التخطيط وهذا مهم جدا على فكره. ماشي. التخطيط الوظيفي بالدوله مهم جدا، بس قبل ما ينجح الديوان ونطلب من ديوان الخدمه المدنيه ينجح تخطيط الموارد البشريه لازم يكون في عندي خطه استراتيجيه للدولة، في عندي رؤية وطنية، في عندي أهداف وطنية لأهداف يعني قابلة للقياس ومؤشرات. طيب. بناء عليه أنت كوزير لازم يكون عندك خطة استراتيجية تتوائم مع الخطة الوطنية. طيب. هذه الخطة الاستراتيجية مش أنت على كيفك بتقول بدي 50 موظف وأنا كديوان بقول لك هاي 50. طيب. لأنه ممكن يكون عندك فائض، بدي يكون أنا عندي خبراء بتخطيط الموارد البشرية. نعم. وأحدد الاحتياجات الفعلية وأقول لك أنت بحاجة إلى 10 وظائف مثلا، وهي العشر وظائف ممكن يصير لها مركزيه بالتوظيف بعد ما انا كديوان خدمه مدنيه اضع لك الوصف الوظيفي الدقيق. ماشي. وصف وظيفي دقيق مش معنى التفصيل، وفي مؤشرات بقول لك تفضل روح اعلن، وفي لازم يكون في اعلان، لازم يكون في مقابلات، ما حقي كديوان خدمه مدنيه ان ابطل القرار المخالف. يعني اذا انت عينت واخطات بالتعيين بقول لك في فيتو على التعيينات. وبالتالي احنا اخ عامر كل دول العالم فيها رقابه اداريه. بالولايات المتحده في عنده مفتش عام يرتبط مع مين؟ مع رئيس الدوله. لحظه. كم مرة عمل وزارة الأداء المؤسسي وتطوير القطاع العام؟ مرة شكل، مرة الغي، مرة حط وحدة. يعني هي بدأت من وزارة طيب. التنمية الإدارية وانتهت بتطوير القطاع العام وصارت وحدة وصارت مؤسسة. الآن وحدة برئاسة الوزراء. لا تم إلغاها. كمان. تم إلغاها. يعني غير ما فيش شيء هسه إطار مؤسسي واضح لموضوع إدارة القطاع العام، ما فيش. طيب. الآن الحل موجود ترى مش صعب، وإن شاء الله اللجنة الآن اللجنة اللي تشتغل على التحديث. أولاً تشريع قوي لديوان الخدمة المدنية. اثنين الانتقال التدريجي تشريع قوي لديوال خدمة مدنية أم خلق وزارة موارد لا. بشرية وخدمة مدنية. لا شوف هنا خلينا أخ عامر فضل. أخ عامر فضل. ديوان الخدمة المدنية حتى يحمي الوظيفة العامة من التسييس، بكرة احنا جايين على حكومات برلمانية. أوكي. بيجيك وزير بحزب معين مسؤول عن التوظيف، هذا يعني بدنا نرجع على النظام الكانس بول سيستم في الولايات المتحدة الأمريكية، إنه كل حزب يعين جماعته. فلذلك يجب أن يبقى ديوان الخدمة المدنية كحامي للإدارة العامة من السياسة، وهذا ضروري جدا يظل ديوان الخدمة، ويجب حمايته بتشريع قوي حتى. لكن طب إذا بتيجي حكومة حزبية بالمستقبل بتضغط على رئيس ديوان الخدمة المدنية توظف كل جماعة؟ لا في قانون. سيدي أنا ليش بدي مركزية في ديوان الخدمة يشتغل بكل موظفي الدولة؟ ليش؟ نعم. أنا عندي وزارة مالية مش عارف شو الاحتياجات الوظيفية، مش عارف شو قد عدد الناس اللي بدها إياهم، عارف 8000 وشي اختصاصاتهم، مش عارفة؟ عارف.
وعارف المفروض انه بتتثبت عدد الموظفين المطلوبه لوزاره الماليه في الموازنه العامه اللي بتقرر الدوله. ما بيقدر يعين وزير الماليه خارج نطاق جدول تشكيلات الا وزارته نفسها. نعم. وبالتالي هو الاقدر على تحديد احتياجاته الوظيفيه واحتياجاتهم التدريبيه ورفع كفاءتهم، هو اللي بيعرف. انت حاله تعامل مع الوزاره كمؤسسه اعمال مش شبيهه باي مؤسسه اعمال في السوق في القطاع الخاص او القطاع العام. ليش انا بفرض سياسات مركزيه على وزارات وكثير من الوزارات؟ نص الوزراء بيعاني انا متاكد، بقول لك انا هذه تعيينات ديوان الخدمه المدنيه، انا بدي ناس يشيل حمل الوزاره ما انا الاقي. صحيح. وهذا بتسمع من كل، وبقول لك انا بحاجه بس انا بس مش قادر اوظف. صحيح. وبالتالي اذا بدي اجيب واحد عنده كاليبر عالي شويه، عنده كفاءه وعنده مهارات وعنده يعني بصراحه مواصفات عاليه، مضطر يدفع لي راتب اعلى من نظام الخدمه المدنيه. نعم. وبالتالي هل احنا بندور على عداله في الفقر ولا بندور على عداله في الفرص؟ أنا مع عدالة في الفرص. أنا إذا بدي أعين الناس بعلن كل مؤسسة وكل وزارة إلها نظامها الخاص، نظام موارد بشرية، هي بتقيمه في هيئة صغيرة فوق قاعدة فوق الموضوع، معنية في القدرة المؤسسية للوزارات، ومعنية في مراجعة أنظمة الموارد البشرية بتقدم النصح، ومعنية بالتدريب فقط. لذلك الوزارة هي اللي تتبنى نظامها الموارد البشرية تبعها الخاص فيها ويثبت بجزء، يقول لك والله هذا انت بتفتحها على خير، بكره بصير الوزراء عينه على كيفه. صحيح. ما بيقدر يعين يا سيدي. الوزير بيقدر يحيل عطاء ما بده اياه؟ ما بيقدر، لانه في عليه رقابه، في عليه ديوان محاسبه، في عليه مخصصات مرصوده له فيه. والتوظيف نفس الشيء، لما بتحدد عدد الموظفين بقانون الموازنه العامه ويقول لكل موازنه، وبتحط اسس تعيينهم، وفي هيئه بتشارك في التعيين، والاجهزة الرقابيه مشاركه في التعيين، وين الخوف من عمليه؟ ما في. لذلك انا عمليه المركزيه النظام هذا بتؤدي الى ترهل القطاع العام بشكل عام. طيب. لانه في النهايه انت لن تستطيع اداره 200 الف موظف من خلال جهه واحده. صحيح. نعم يا سيدي. ولا خطا؟ انا في وجهات نظر، احنا يعني ماشي، وهي حلقه في وجهات يعني نظر، لكن وجهات نظر. انا بالنسبه لي بقول لك من التجارب العلميه والبست براكس بالدول العالم، هاي الامارات عندهم هيئه للموارد البشريه تضع سياسات عامه. ماشي. احنا مع انه يكون في سياسات عامه، مش بس حتى للقطاع العام على فكره، حتى للدوله. طيب. انه التعيين يكون اجباري من خلال الاعلان، من خلال تكافؤ الفرص. سيدي ماشي، اقدروا على التعيين، ولكن في جهه يجب ان تراقب. اسالك سؤال، ديوان الخدمه المدنيه لما تقول عن واحد ديوان خدمه مدنيه شو بقول لك؟ وظائف. هاي الصورة الذهنية يا سيدي. ماشي يعني خلينا نناقش الصورة الذهنية. أوكي. خلينا نناقش الشائع. صحيح. 80% والله غير راجع عليهم، لأنه للأمانة لحد اليوم بجوز بعرف منهم 50%، بعرف شو 80% الباقيات شو هن. لا أنا بنطيق. طيب 8000 وظيفة من 10 سنين، وإحنا نقول 8000 وظيفة، وزارة الصحة ووزارة التربية، صح؟ طيب ده سألك شو الآلية الجديدة اللي تم تغييرها حتى إنه إحنا نخلق وظائف جديدة؟ احد رجال الاعمال اليوم برفع عليه تليفون بقول له الحمد لله ما كانت وظائفنا مطلوب من الموظفين عن طريق ديوان الخدمه المدنيه لما نجحت اعمالنا، كيف ترد عليه؟ كيف ترد عليه؟ ربما بقول لك لانه الطالب اللي بتخرج وبكون لسه عارف الماده ومتدربها ومشتغل فيها بده يقعد 10 سنين بده ينساها. سيدي لأنه ما مارس. يا اخ عامر، المشكله ليست بالديوان، المشكله انه احنا يجب ان نتحول من التوظيف للتشغيل. إنه القطاع العام لم يعد يستوعب وظائف. أفرض أنطيك مثال الآن. أفرض. ليش ما وين الخطة؟ معلش وين الخطة اللي وضعها المسؤول عن القطاع الإداري ماشي من هون لقبل 8 سنين إنه القطاع الحكومي ما في وظائف القطاع الحكومي؟ طب ماشي ما في وظائف القطاع الحكومي، شو اشتغلتوا على القطاع الحكومي حتى يصير فيه وظائف؟ هون بيجي وين الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص؟ هون بيجي محور ثاني، إنه دور الجهات الأخرى أن تفتح شواغل تشغيل في القطاع الخاص ومشاريع وتدعم المشاريع، أيضا أن نتحول إلى ثقافة التدريب المهني، لأنه إحنا بصراحة ما بدنا كل وظائف. إحنا عندنا مشكلة يا أخ عامر، عندنا مشكلة بالثقافة الأردنية، إنه ابنك بجيب 60 بالتوجيهي بتروح تبيع أرضك مشان تدرسه جامعة. صحيح. وبس يكمل جامعة بتخسر الولد تخسر الأرض. بريطانيا 15% فقط اللي بيروح يدرسوا جامعات. كويس. زائد بدي اعطيك نقطه واحده. ليش ما التعيين كله جامعيين؟ احنا عندنا ليش ما يصير الوزارات تطلب دبلوم وتوجيهي؟ يعني لازم يكون في عندي متوالي هندسيه، مش كل الوظائف للجامعيين، لازم اوظف توجيهي في بعض وظائف تاش يعني مدخل بيانات، واحد محاسب او مش محاسب وجابي وزاره الصحه باخذ رسم بالتامين الصحي، في داعي يكون بكالوريوس؟ لازم يكون عندي متوالي هندسيه حتى ما تخلق صراع تنظيمي بالمستقبل. بس في عدم عداله بالرواتب والحوافز والخدمات، الفئه الثالثه
لما قالوا احنا بدنا حراس 30,000 واحد راح يتقدم إلها يا دكتور. بعد الفاصل استمع واياك والدكتور واسمع ردة فعل وجهة نظر الدكتور في هذا الموضوع. فاصل قصير اول، تفضلوا بالبقاء معنا. اهلا بكم من جديد واوجد ترحاب بضيفي واعود اليك استاذ ماهر مباشره. اذا كانت 20% من ديوان الخدمه المدنيه التوظيف ماشي، والان بقول لك مش من مهام ديوان الخدمه المدنيه التوظيف، طيب ليش رابطين التوظيف يعني شوف التعامل مع الوظيفه العامه او بمعنى التوظيف بمفهوم التوظيف والتشغيل، يعني التوظيف والتشغيل هي سياسات الدوله بشكل عام، سياسات الحكومه لمحاربه البطاله او القضاء على البطاله او بمعنى تشغيل الناس، لكن ديوان الخدمه المدنيه معني في جزء بسيط من هذه القوى العامله اللي بتروح للقطاع العام اللي قلت على 8000 واحد ماشي. اللي بروحوا صحه وتربيه بس. انا بدي اعلق على موضوع مو بس دوره، مش دوره انه يحل بطاله، دوره ينظم الوظيفة العامة المفترض أنها موجودة في النظام، لكن أنا رأيي الشخصي ما عادت هذه قائمة حتى اليوم، ما عاد لزوم، لأنه في النهاية لما بتحكي عن التربية والصحة اللي بشكل جزء تقريبا التربية بتشكل 50% من حجم العمالة في القطاع العامية في التربية، أنت عندك حوالي 100,000 مستخدم في وزارة التربية وعندك حوالي 35-40,000 في الصحة، هاي بتحكي عن 70-80% وين؟ بالقطاع العام تربية وصحة. صحيح. طيب أنا إذا بعرف إنه وزارة التربية بتشتغل على نظام كادر خاص فيها، شو لزوم وجود نظام خدمة مدنية عندهم؟ إذا المعلمين لهم درجات والمعلم لهم مرتب والمعلمين لهم على نظام موارد بشرية خاص بوزارة التربية، وكذلك الحال في وزارة الصحة، ليش أنا قاعد بشتغل معهم على نظام خدمة مدنية؟ خدمة مدنية إذا طبقوا على وزارة الزراعة والأحوال المدنية وعلى كم من دائرة؟ لا، أنا بقول كل وزارة تكون في نظامها الخاص فيها وفي عليه ضوابط معينة بتحدد فيه عدد الموظفين اللي فيه وعدد الكوادر اللي فيه، بس هذا الكلام بده يتم من خلال شو؟ من خلال رؤية عامة للقطاع العام، ما بدي ظل أنا أحكي في الوظيفة العامة وفي نفس الوقت أنا بضخم في الجهاز الوظيفي وما بعالج مشكلته وفي نفس الوقت أنا مش عارف وين رايح. هل بدي الحكومة تكون حكومة يعني مسيطرة على كل النشاط الاقتصادي وبتتدخل وبتنافس القطاع الخاص على على على, على النشاط؟ هذا الكلام يجب أن يؤخذ بمجمله. طيب. في حلقة من الحلقات وزارة التربية تحتاج إلى 10,000 معلم والسنة هي بتم يعطوهم 4 وهذا يعني عدد كبير بالنسبة لهم. سؤال، ليش إحنا ما نعطي 10 وزارة التربية والتعليم وخلاص؟ هذا بيعتمد على حجم، أم أن هناك مخصصات مالية إحنا ما بنقدر ندفعها؟ هذا حجم بيعتمد على حجم الموارد المالية المتاحة لوزارة التربية. نعم. إذا وزارة التربية بيرفعوا قدرتها الاستيعابية لاستيعاب 10,000 موظف ما فيها مشكلة، لكن بالنهاية أنا وزارة التربية هي الأقدر على انتقاء الناس اللي بدها اياهم. ليش انا باخذ مخزون تحول صندوق ديوان الخدمه المدنيه الى مستودع للطلبات؟ مستودع عندك 450,000 وكل يوم نسمع تصريح في الجرايد صاروا 460 470. يعني هل هو انا بتقييمي الشخصي صار عباره عن تذكير الناس انه في حجم البطاله وصل 500,000؟ هذا دور الديوان صار اكبر نهائي. طب لما يكون عندنا 156,000 طلب هندسه، هاي مشكله على السياسات، على السياسات العامه. يعني في النهاية إذا ما كان في سياسات اقتصادية ناجعة قادرة على دفع معدلات النمو الاقتصادي الاستيعاب الداخلي لسوق العمل ماشي. سنويا، هذا الكلام لا بيحله لا ديوان خدمة ولا بيحله أي تنظيم إداري آخر. كويس ماشي. الدولة عملت هيكل عام 2011 للقطاع العام كاملا صح؟ نعم ماشي، بزمن حكومة معروف البخيت أو بآخر عبد الله سوق. كانت كلفته 88 مليون دينار صح؟ أكثر. شو مدى استفادة التطوير الذي حصل على الجهاز الإداري؟ وهي سؤال. وسؤال ثاني يعني اليوم في ظل التقدم التكنولوجي شو مهمة وظيفة ديوان الخدمة المدنية؟ الآن أنا بحكي عن توظيف وإحنا بنحكي 20%. تفضل. الآن يا سيدي فيما يتعلق بالهيكلة شابها العديد من الأخطاء وإحنا ربما تحدثنا عنها، غير التكاليف المالية، إنها لم تعالج التشوهات الموجودة في الإدارة العامة الأردنية. هذه الهيكلة لم تعمل على تسعير الوظائف، تفضل فيه معالي الدكتور، لأنه إحنا لا منسعر شهادات، إحنا لا منسعر شهادات، يعني نجيب واحد معاه ماجستير يشتغل على الريسبشن بأخذ راتب مثلا 500 دينار مثلا، وإذا بجيب واحد توجيهي بيشتغل نفس الشغل
ابو التوجيه باخذ 300 او 250 حسب صح. الراتب علما هي الوظيفه، الاصل ان الراتب للوظيفه، وبالتالي يجب ان ننتقل نحو تسعير الوظائف. الهيكله لم تعالج هذه المشكله. القضيه الثانيه اخ عامر، لم نستطيع ان نضبط العقود الشامله، فالعقود الشامله لم يعني غير مسعره، بتلاقي مستشار قانوني خريج جامعه خاصه باخذ 3000 دينار بهيئه معينه، وبتلاقي واحد معاه ماجستير قانون من الجامعه الاردنيه باخذ نص الراتب. لازم يكون في عندنا اول شيء تحديد من هي الوظائف او ما هي الوظائف اللي بنحتاجها كعقود شامله لوظائف حرجه او وظائف يعني متخصصه، وما هو سعرها. يجب ان يكون في لجنه تسعير لهذه الوظائف. هل الهيكله عالجتها؟ لم تعالجها. ايضا فيما يتعلق بالخلل بالمكافآت بين المؤسسات، يعني كان في مشكله، ما في معايير، يعني الهيكله اللي وضعت عشان التشوهات زادت التشوهات، يعني بالتهيكله. نعم، هاي هم اشتغلوا عليها. دلالة على ذلك أنه دولة الرئيس شكل لجنة، وجلالة الملك حكى بآخر خطاب أنه في خلل والقطاع العام بحاجة لتحديث. الآن إحنا لازم يكون في عندنا سياسة تضبط، سياسة عامة تضبط الإدارة العامة كلها بالدولة. هل تؤدي 20% من الوظائف من مهام ديوان الخدمة المدنية تذهب إلى لا مركزية التوظيف، خصوصا بأن الوظائف فقط متمثلة بالصحة والتربية؟ وزارة الصحة بتوظف جماعتها وزارة التربية، تؤيد ذلك؟ أنا عم إلي مقال في الموضوع هذا منشور أنه لا مركزية التوظيف، لكن يبقى دور الديوان في الرقابة. ولكن قبل ما ننطيهم وزارة الصحة يوظفوا، بدي أضمن أنه عندهم دائرة موارد بشرية مؤهلة، لأنه كان سابقا طبيب أسنان مديرة موارد بشرية. الآن يا أخ عامر في وحدات موارد بشرية، لكن يعني هل يعيب طبيب الأسنان أن يكون مديرا؟ لا، إحنا مع احترامنا، لأنه إحنا فينا واحد مؤهل موارد بشرية. الموارد البشرية علم، علم إله 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 مواصفاته وإله اختصاصاته. الآن إذا والله طبيب بده يكون طبيب عام ويتأهل موارد بشرية ممكن، أما أخصائي خليش نخسره. كويس. أخصائي الآن دور ديوان الخدمة يجب أن يعيد بناء وحدات الموارد البشرية. وخلينا نبدأ بالصحة والتربية، وأعتقد الآن وزارة الصحة قاعدين بيشتغلوا، وممكن مستقبلا يصير في نظام خاص للأطباء إذا عملنا قانون، وبدك القانون يصدر من خلاله أنظمة، بصير قانون خاص للأطباء والقطاع الطبي، بصير نظام خاص للمعلمين، وبصير نظام خاص للوظائف المساندة بكل الوزارات لأنها متشابهة، يعني بيشتغلوا باللوازم دائرة الوزارة المالية بوزارة الخارجية، هاي وظائف مساندة ممكن يكون لها نظام إذا كان عندنا قانون نعمل من خلاله أنظمة. أيضا أخ عامر في عندنا مشكلة، حتى الشركات الحكومية لماذا لا تخضع للسياسة الحكومية؟ سياسة التوظيف، ليش ما في إعلان وتكافؤ فرص ورقابة؟ من يراقب على توظيف فيها؟ بدنا نعطي صلاحية لديوان الخدمة المدنية. وأيضا حتى القطاع الخاص يجب أن يتعدى القانون العمل، يعطي دور وزارة العمل أو يضع نص في قانون العمل يلزم أصحاب العمل أنه يضع أسس للتوظيف أو النظام الداخلي اللي هم مواصفات وصف وظيفي ومؤشرات أداء. هي بيروقراطية يا دكتور. يا دكتور بيروقراطية، بدك ترجع لي، أنا بدي أروح أفتح لي مطعم بدي أحط لي أساسيات ومعايير قطاع خاص، بدي أروح على معلش شركة تكنولوجيا معلومات، أنا بدي أروح تحط لي معايير وضبطات وبأرجع أعيش البيروقراطية من جديد. لا مش قلت لي التدريب المهني مزبوط، خريجين السياحة المعاهد اللي خلصوا من جامعة البلقاء اللي تخرجوا سياحة واللي تخرجوا فندقة ليش ما اشتغلوا؟ لأن هذا بيعتمد هل منين خلص. أنا بسألك سؤال، تدريب مهني، دبلوم، خلص دبلوم، مش تدريب مهني، ما تخرجوا مؤسسة تدريب مهني يا سيدي. دبلوم تخرجوا؟ لا مش من مؤسسة تدريب مهني، دبلوم. دبلوم ليش الآن هون في قضية بس سؤال لي. سؤال بدي أجاوبك عليه لأنه ما في عندنا ربط ما بين التدريب والتعليم. طيب. هذول أخذوا نظري بتلاقيه ما عنده يدخل سوق العمل، بده تدريب. دكتور بدي أطرح عليك سؤال قبل أن تجيب هذا الحديث. كان الحديث بهذه الشاكلة بأنه لا يوجد هناك ربط، وحتى الآن مخرجات التعليم العالي لا تتوائم مع سوق العمل، تخصصات مشبعة مشبعة، وما زالت الجامعات بتحتضن هذه التخصصات. سألت أحد رؤساء الجامعات يوما لماذا لا يتم تعليق مثل هذه تعليق مش إلغاء، تعليق علقوها 4 سنوات. قال وين بدي أروح بالدكاترة؟ حطهم بحث علمي. قلت له لا سؤال، الجامعات بيشتغلوا بالتجاره كمان. الجامعات اجوا قالوا التدريب المهني الدبلوم، عملوا تدريب مهني سياحه وعملوا تدريب مهني فندقه وما اشتغلوا، دبلوم عالي اسف وما اشتغلوا. هسه هاي المشكله لها جزئين. جزئين تفضل. المشكله الاولى انه قدره الاقتصاد الوطني على خلق فرص عمل جديده، هذا واحد، وهي مشكله معضله كبيره، وذلك تكدس العطله عن العمل وطلباتهم سواء في القطاع الخاص او في القطاع العام نفس الشيء. يعني انت بتحكي 450,000 هذول هم كمان بدوروا شغل في القطاع الخاص اللي موجودين بدير الخدمه. لكن الامر الثاني
بجوز يكون اقل اهميه من الموضوع الاول. الموضوع الاول هو ترى الركود الاقتصادي وعدم وجود دوره اقتصاديه نشطه، هذا هو سبب المشكله الرئيسيه. لكن عمليه الموائمه بين متطلبات سوق العمل واحتياجات سوق العمل ومخرجات النظام التعليمي، هذا في غياب في السياسات على المستوى الكلي بصراحه. وزاره العمل دورها مش تشغل، دورها يجب ان تستكشف وتستنبط فرص الاحتياجات سوق العمل، ماشي. وهي تكون حلقة الوصل مع وزارة التعليم العالي. إذا إحنا بنحكي عن مؤسستين حكوميات أو وزارتين حكوميات، المفروض يكون في ديهم سياسي واحدة ولهم رؤية واحدة لتوجيه وحدات التعليم اللي هي الجامعات والكليات، ماشي. وكل من يمارس العملية التعليمية. لذلك إحنا هذا 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 التنسيق في غياب وفي وضع مو واضح. لذلك الجامعات قاعدة بتقترح برامج للتدريس حتى ومرات بتروج لها والسوق ما بده إياها، وبصير فيه حتى تضليل للناس للطلبة اللي بيجوا فيها. شوف للأمانة أكثر من مرة سامح الناصر رئيس دوائر الخدمة للأمانة وقف فون ووجه كلام للجامعات إنه بشقيات، حتى بطل يقول للجامعات سأقول للطلاب تفوتوا شيء التخصصات، فوتوا على دوائر الخدمة يقولوا هذا شاغر هذا مش راح تتوظف فيه للأمانة. صحيح. بس الجامعات مش رادة، لأنه سياسة التعليم العالي لازم تكون موجهة. أنا ما عندي جامعات، ما دام عندي 14 15 13 جامعة حكومية والعقل هذول كلهم مش مربوطين في مجلس التعليم العالي، المفروض يكون في توجيه اليوم. القطاع الخاص اصلا يتبع القطاع العام في التوجهات. في النهايه الجامعات الخاصه بجوز بتحس في كلفه الاموال اكثر. 38 الف طالب طب على مقاعد الدراسه بالاردن وخارج الاردن، والان هناك ترخيص هناك ترخيص لثلاث جامعات طبيه. طبعا، لانه في النهايه ترى بتزيد المعروض من الموارد البشريه على حساب قله الطلب. انت في مشكله كرونيك من وين؟ انت الطالب اللي بيطلع من المدرسه. احنا لازم نرجع باك وورد 20 و25 سنه. نعم. المفروض انه الطالب اللي ما عنده قدرات اكاديميه وما يعني مش مؤهل يكون في المستقبل حامل يعني شهاده عليا، المفروض انه يتجه الاتجاه المدني المهني من الثالث اعدادي. المفروض نرجع على الدراسه مو لاول ثانوي، احنا لغايه الان بس اول ثانوي بيطلع عليه سنتين، وثاني ثانوي توجيهي بيكون تخرج. ليش احنا ما نرجع النظام القديم؟ شو بعيبه النظام القديم؟ انا اسوي فلتره للطلبه ومستوياتهم من الاعداديه. اللي ما عنده قدرات وما عنده مهارات اكاديميه وما عنده توجهات علميه، انا بروح فيه على الاتجاه المهني، وبالتالي بشجع هذا اللي بسموه الدول سيستم اللي في النهايه اللي هو نظام الثنائي. نظام انه انت بتروح نظام تعليمي تدريبي ونظام اكاديمي. هذا الكلام بحاجه لعاد نظر فيه بصراحه ونوقف عنده. صحيح. ونشوف شو مشاكله. اما انا شو مشكله الجامعات؟ الجامعات اللي بتخرج منها 80,000، هل قدره اقتصاد الوطن على خلق 80,000 فرصه عمل سنويه؟ لا، كل ثمان سنين نتخرج فوج. طبعا عندك هون في خامر، بس لو سمحت لي، سياسه التعليم لازم تتغير بالجامعات، واحنا ان شاء الله نتامل من معالي وزير تعليم عالي وهو وزير محترف يعني وخبير، انه ما في داعي انه كل من يدخل الجامعه يتخرج باربع سنين، من دخل بيت ابو سفيان فهو امن. الاصل يكون في امتحانات موحده لكل الجامعات، يعني الجامعات الخاصه والعامه. يعني دخلت اداره اعمال في الجامعة الأردنية أو جامعة خاصة يكون نفس المناهج وأسئلة محوسبة، لأنه اللي بصير أنه واحد يكون شاطر أو ذكي بدخل الجامعة الأردنية يجيب جيد، واحد معدله 65 بروح على جامعة خاصة بتخرج لك تقديره جيد جدا وبقول لك أنا أولى بالوظيفة. فلذلك يا سيدي العزيز، بدناش من دخل بيت أبو سفيان فهو آمن. خلي الطالب مثل جامعة دمشق، في ناس 15 سنة يتخرج، خلي فيه تجديد يضل يعيد، فيش نشطب 7 سنوات للبكالوريوس، خليه يضل بالجامعة يتخرج بجدارته. هاي واحد. اثنين، خلي في طيب اتفاقي. انت ليش ما اعتمد امتحان كفاءه؟ مش امتحان كفاءه طيب خلاص امتحان كفاءه واعتمد. اذا هذا ما بنجح بالجامعه ليش يصلها اصلا؟ ليش يصل يصلها اصلا بالضبط؟ كمان ليش اي واحد يكون جامعه؟ انا النظام التعليمي عندي من مرحله المدرسه التعليم الاساسي، ليش بالزبط. ما انا فلتر الناس اللي عندها امكانيه تصل الجامعات وتخرج منها مع اللي ما عنده قدره. بس هناك طبقيه بالتعليم، والدليل على ذلك معك مصاري بقري ابنك طب موازي، ما معي مصاري ما بقري. معلش اسمح لي وبالتالي طب انت لما تسمح لي اني انا ادفع موازي بدي ادرس هذا موضوع ثاني. ما هو معك، ما هو نفس الشيء، انا بروح اختار التخصص اللي بدي اياه وانا غير قادر على اني اكون طبيب. لا هذا ليش يتخرج من المدرسه اصلا؟ ليش يطلع؟ ليش يطلع من المدرسه من التعليم الاساسي؟ ليش يروح الجامعه؟ صحيح. حتى ما بخليه يقرا تاريخ، مش يقرا طب، هذا غير مؤهل انه يروح جامعه اكاديميه. هذا المفروض انه من الثالث اعدادي بخلص هذه المرحله، شفت ميوله غير يعني امكانياته الاكاديميه ضعيفه، راسا بحوله على مسار تدريب مهني. صحيح. على سوق العمل، وسوق العمل يجب ان يكون هناك تنظيم كمان للمهن. احنا في 100 مهنه موجوده في سوق العمل ما بتتطلب شهادات مهنيه،
انت بتروح على ميكانيكي بيصلح سيارتك ما بيعرفش، بتعلمها على ايد واحد، ما بيكون خريج مدرسي او خريج معهد تدريبي او خريج. طيب بس انت قلت لي احتياجات وزاره العمل مش ملزمه توظف الاردنيين، بس ملزمه انها تجيب توائم. نعم. ماشي. نعم. ويجب عليها انها تكون لها علاقه بموضوع التعليم العالي. صحيح. في موائمه بينه والتعليم العالي. ديوان الخدمه المدنيه هو اللي يستجيب وبيحتفظ بهذه الطلبات. وزارات تطوير واداء مؤسسي ما عندناش، قطاع عام ما عندناش، وحدات حتى شالوها. طيب السؤال، احنا راح نظل على هاي الحاله كمان 100 سنه، واحنا وكل سنه راح تزيد اعداد طلبات التوظيف في ديوان الخدمه المدنيه، شو الحل سيدي؟ الحل ما انا يعني من بدايه احنا قلنا تطوير القطاع العام اللي بتحكي فيه اعاده هيكله القطاع العام. انت هل بدك القطاع العام اللي هو مصدر التوظيف ومصدر التشغيل ومصدر كل حلم اردني انه يكون موظف في حكومه؟ هاي مشكله. انا بدي القطاع العام اليوم يا اخي في مفهوم عالمي صار يقول الحكومات موجهه، حكومات موجهه بالنتائج. شو معناها؟ مش بالضروره الحكومه تقدم خدمه هي تنتجها، الحكومه بتركنها للقطاع الخاص هو يقدمها، لكن انا بحط ضوابط على القطاع الخاص ما يستغل المستهلك، ما يقلل من جوده الخدمات، هو اللي اقدر على خلق فرص العمل. يا اخي انت لما بتطلع على قطاع الاتصالات خذوا مثال، لما كان قطاع الاتصالات في يد الحكومه وفي يد الدوله كان اللي بيشتغلوا فيه 3000 واحد، اليوم قطاع خاص بدير هذا القطاع 76% بيشتغل فيه 70-80 ألف بني آدم. فلذلك الفرص القطاع الخاص أقدر على خلق الفرص للعمل من القطاع العام. طب وبالتالي شو احتجتنا لو ايش؟ خلص خلينا على القطاع الخاص، والأطباء ووزارة الصحة عارفين وزارة الصحة بتعينهم، والتربية عارفين التربية بتعينهم، ما في داعي للنظام كله، ما في داعي. والله هي وجهات نظر بس أخ عامر، حتى القطاع الخاص أنا ما أدعم القطاع الخاص، مع تشاركي مع القطاع الخاص بس القطاع العام يجب ان يبقى له دور. احنا بقول لك يبدا احنا بدنا نجيب دور الرقابي، نحكي عن دور الرقابي، دور التخطيطي الدولي. اسالك سؤال، تفضل. والله وين دور التخطيطي للقطاع العام؟ هل لو كان هناك خطه لدى تطوير للقطاع العام، احنا اليوم نص مليون طلب توظيف بديوان الخدمه المدنيه، لو كان هناك تخطيط في القطاع العام بإحدى الحلقات مش قلت لي كل موظف عليه 8 مدراء؟ يعني هاي مشكلة رئيسية. احنا الآن انت بتقول لي التدريب، معهد التدريب اللي انت كنت مديره شو صار فيه الآن يا سيدي؟ معهد التدريب الموائمة بالتعليم العالي، هل انا بتخرج من الجامعة الآن دغري بلاقي سوق العمل، ولا بقول لك هذا خريج جديد ما عنده شيء في الدنيا بدك تتدرب وتروح وتيجي؟ اكثر رأيي اكثر من جانب. الجانب الاول انه كل الاردنيين بتروح على الجامعات، وهي كل دول العالم ما فيها تعليم جامعي. هذا حق حق, حق حق. اثنين، في نقطة مهمة أسألك سؤال. تفضل. احنا ليش نقول للناس ممنوع تروح على الجامعة؟ لا يتوظف يشتغل بعدين يروح على الجامعة. انا بشوف الخليج على التوجيه بيشتغل بعدين بيدرس. يا اخي هناك في فرص عمل يا سيدي اللي على التوجيه في فرص عمل. ليش احنا بنروح على الخليج يا سيدي؟ ماشي. ليش احنا بنبدع بالخليج؟ احنا الان صح بنبدع بالاردن بحاجه لرؤيه وطنيه، في فرص عمل، احنا بدنا رؤيه وطنيه يا سيدي. معلش كمان احنا ليش بنط عن القضايا؟ انت بالجامعات في الغرب وكل اي واحد بيقدر يفوت جامعه، ما بيسووا له امتحان قبول في الجامعه بالضبط. كويس. طيب نص العالم ما بيقدر يفوت فيها الجامعات، وهذا بدنا اياه. بعد الفاصل نناقش اياك هذا الموضوع، انه الى متى سيستمر التعليم نظريا. فاصل قصير اخير، تفضل البقاء معنا. اهلا بكم من جديد، واجد ترحاب بضيوفي واطرح سؤال كنا نتحدث عنه عن التدريب المهني. ونحن نعلم بان هناك اشخاص مهنيين عندهم عقل وفكر بوازي عدد كبير من الطلاب واللي حاصلين على شهادات دكتوراه واكبر وابدعوا في هذا المجال. هذه نقطه موجوده، بس احنا ما عندنا بالمقابل شيء اسمه تعظيم المهنه. صحيح. ما عندنا تعظيم المهنه. صحيح. سؤال طرحناه، انت تحدثت انه دور ديوان الخدمه المدنيه 20% من دوره توظيف، العمليه التوظيفيه. كويس. يعني صحيح. وبنترك للناس او المشاهد الحكم ان كان نجح في ذلك ام لا، خصوصا ان دوره يستجيب للطلبه. 80% شو هن؟ الان يا سيدي الاصل انه مش الاصل، شو هن؟ دورهم هو دور اقول لي 80% ما في. تفضل. دوره يقوم بدور كل انشطه التطوير والرقابه والتخطيط. اول شيء تخطيط الموارد البشريه. تطوير طبعا هاي تخطيط الموارد البشريه تحتاج الى مختصين يوائم خطه الموارد البشريه مع الخطه الاستراتيجيه لكل مؤسسه. ماشي. وبناء عليها يعمل تحليل العمل ويحدد العبء الوظيفي ويقول لك قديش بدنا كادر وظيفي كما ونوعا وتوقيتا. ماشي.
طبيعي، مش بالضروره كل نعينه جامعيين، قلت لك في هندسه متوالي هندسيه للتعيين، هاي واحد. اثنين، يجب ان يعد بطاقات وصف وظيفي بطريقه علميه، بطاقات وصف وظيفي حتى تحد من السلطه التقديريه لكل مسؤول. مش كل مره يقول لك والله عين البكالوريوس في الاداره او اي تخصص له علاقه، لا بدك تقول لي شو بالضبط، شو هي الكومبيتنسي اللي لها علاقه بهذه الوظيفه، يعني شو الجدارات الخاصه بالوظيفه مع مؤشرات محدده غير قابله للتلاعب. بعد ذلك لازم يكون في تسعير لهذه الوظائف، يعني نظام تسعير الوظائف. ما بيضبط التسعير، لا بيضبط. هسه كل الاردن بقول لك بده يروح على الجمارك او الضمان الاجتماعي، ليش فيها رواتب اكثر؟ بتسعر بنطي علاوات تختلف. هون الان عالجها الديوان، هذا الجانب عالجوا بالعلاوات على فكره، يعني عالجوا بالعلاوات، عندنا العلاوات فيها تباين. هاي مش معقول يعني محاسب بضريبه الدخل تنطيه مثل واحد محاسب مثلا بوزاره ثانيه. ليش؟ ما هذا خريج محاسبه، هذا بس ما بيشتغلش محاسبه، هو بيشتغل يعني معلش بيشتغل فعليا محاسب مجلس النواب ومحاسب ضريبة الدخل. هذا بكالوريوس محاسب، وهذا بكالوريوس محاسبة. هذا ربنا يسر أموره وشاف الوطرة على الضريبة. أنت سألك سؤالي، 80% أنشطة التطوير والتخطيط. يا سيدي ماشي، اللي ذكر الأخ عبد الله 80% يعني حقيقة هو عبارة عن مركزية العمل في هذا اللي بيحكي عن تطوير وبيحكي عن بضع وظف وظيفي بيحكي عن هذا كله كلام ممكن أستغني عنه أنا إذا أنا تبنيت أنظمة موارد بشرية خاصة في كل وحدة إدارية. أنا خلينا نجيب لك، إحنا حكيناها قبل شوية، إحنا عندنا يعني 70-80% من الكادر البشري اللي في القطاع العمومي في الصحة والتربية. طيب هذول الناس بيشتغلوا على أنظمة خاصة فيهم، وهم الأقدر على تحديد احتياجاتهم، وهم الأقدر على معرفة متطلباتهم، وهم الأقدر على آلية تعيينهم. أنا التعيين إذا خايف إنه يفلت ويصير وزير التربية مثلا على سبيل المثال، يصير عين على كيفه، لا يا سيدي، ما أنا بقول لك في هيئة بسيطة مثل كيف بدي أشتري سلع، ما بنتاخنا بطرح عطاء. طيب انا بعين حسب اختصاصات بموجب ادوات رقابيه ونظام بحكم هذه العمليه. القضيه الثانيه اللي بتحكي عن تخطيط موارد البشريه، اي تخطيط موارد بشريه؟ انا بصير اخطط موارد بشريه لدائره مي عندي؟ بصير؟ ما بزبط. انا الدائره، انا وزاره التربيه هي الاقدر على معرفه موارد البشريه، وعندها دائره اسمها تخطيط. وهذا الكلام لما بتبني الكباسيتي في وزاره التربيه والتعليم ضمن مفهوم اعاده النظر في القطاع العام وتطويره، ما بتاخذ جزئيه لوحالها اللي هي الموارد البشريه تشتغل عليها، بدك تشتغل على التطوير المؤسسي، بمعنى وزاره التربيه بدها تكون عارفه شو قدراتها وشو امكاناتها وشو اللي هي مسائله عنه، وبالتالي بتعرف شو احتياجاتها من الموارد البشريه حتى تمكنها من قياده مهمتها. غير هيك احنا بنظل نحكي في مركزيه بطاقات وصف وظيفي. شو بدي في بطاقه وظيفيه؟ هو ادرى مني اللي في نظام الخدمه، في ديوان الخدمه المدنيه، افهم من مدير الموارد البشريه الموجود في وزاره التربيه اللي بيعرف المعلم في اخر قريه في الاردن شو لازم يسوي. والتسعير والعلاوات، التسعير كمان هذه اهميه الوظيفه، الوظيفه اللي بتتميز فيها مخاطر وفيها مهمه صعبه، مش زي مهمه بسيطه. انت قلت لي محاسب بالضريبه ومحاسب مجلس النواب، جبتها مثال. نعم. المحاسب اللي بالضريبه تعيينه يختلف عن شروط تعيين واحد في النواب، لانه في النهايه حتى لو حامل بكالوريوس، هذا اللي في الضريبه بده يكون بفهم في النظام الضريبي، عنده خبرات عالميه، دورات. عنده دورات، عنده مهارات، عنده يعني تقدير. بالتالي هو الاقدر على انه تستوعبه دائره الضريبه، مش روح اذا ما عنده هاي المواصفات بيضطر يروح لوظيفه اسهل. لكن موظف الضريبه بدك تحسنه كمان، اذا انت جبته بهذا الكاليبر عالي ومواصفات عاليه بدك تعطيه. طيب كويس. مش ما بصير تعطيه، تعامله معامله واحد ما لا يملك شيء. يسال سؤال ويطرح، بقول لك التخطيط الموارد البشريه، هل الدائره بديوان الخدمه المدنيه ستكون اكثر معرفه ودرايه بوزاره التربيه مثلا حتى تخطط عنها بطاقه الوصف الوظيفي؟ هل من يكتب هذا الوصف الوظيفي بديوان الخدمه المدنيه سيكون اكثر درايه بوصف وظيفي لمهندس بالطاقة النووية مثلا أكثر من وزارة الطاقة؟ التجارب اللي مرينا فيها تثبت أهمية وجود ديوان الخدمة المدنية في الرقابة على هذا الوصف الوظيفي. أنا بشرك المعنيين، مش ما بشرككم، أعطيك تجربة. أنت تجربة. تقول رقيب. أنا رقيب بس بكون إلي بعرف وليس فني. هو من يحدد. أنا براقب بس إذا ما عندي فنيين يعرفوا تخطيط الموارد البشرية. هيئة الاستثمار أستاذ عامر بال 2015 أو 2014 انطوهم شوي الصلاحيات على المادة 60، كان صلاحية رئيس الوزراء المباشرة، عين 59 واحد برواتب خيالية ولا إلهم صلة بالاستثمار. إحنا إذا بدنا نترك الموضوع معناته راح يصير كل الامبراطوريات. معناته تقول ليش إحنا بدنا قانون؟ معناته إحنا هون معلش معناته صارت مشكلتنا هون مش قوانين، التشريع بضبط. إذا في عندي تشريع وفي جهاز رقابة
ليش احنا ليش بدناش رقابه اداريه؟ نجيب له استثناء. لا يا سيدي، لا ليش مو التشريع بنفس المؤسسه نفسها يا سيدي؟ لان الاستثناءات يجب ان تلغى كلها. الاصل عندنا تجربتين بالعالم يا سيدي، ليش ما نستفيد منهن؟ عندنا التجربه الامريكيه، قلت لك عملوا المفتش العام، وعندنا بريطانيا ديوان الرقابه والتفتيش. احنا عملنا الرقابه والتفتيش الاداري ب 2002 لغيناه، وين صلاحيات؟ عندنا ديوان محاسبه. لا شوف، قلت لك ديوان محاسبه رقابه مكافحه الفساد، ديوان محاسبه رقابه تشريعيه، في لازم يكون في عندي رقابه اداريه، السلطه التنفيذيه تراقب اعمالها. هي تجارب عالميه، احنا بدنا نحكي علم، بدنا نطبق العلم، لذلك يجب ان يكون ديوان الرقابه والتفتيش مهامه تروح لديوان الخدمه المدنيه، وبالتالي ديوان الخدمه يصير له ثلاث مهام رئيسيه، ثلاث ادارات رئيسيه، واحد يتعنى بالوظيفه العامه رقابه، يعني ما بدي نترك الدور التنفيذي للديوان، بصير نعطي صلاحيات للوزارات يوظفوا بس ضمن رقابتي كديوان خدمه مدنيه. طيب. وانا براقب على الوظيفه العامه الترفيعات والترقيات. شوف التقارير ديوان المحاسبه قديش بعض وزراء منطير رؤساء اقسام ومنطير مدراء ما بيطبقش عليهم الشروط. شو سوى ديوان المحاسبه؟ بكتب تقرير وبعدين انا بدي اوثق الفساد ولا بدي الغي الفساد؟ انا بدي ديوان الخدمه المدنيه يقول لك قرارك لاغي، قرارك لاغي. ديوان المحاسبة ما عطوا ضابط عدلي، فبالتالي بضل يكتب على الورق تات قوم القيامة. لا يا سيدي هذا تقصير، حتى لو كتب ديوان المحاسبة نعدل ما بفرض عليك تغير. ديوان المحاسبة بيأشر انه في عندك غلط بس، وعليك انت يا سلطة تنفيذية الحكومة تصلح الغلط. المفروض مجلس النواب بأخذ هذا التقرير تبع ديوان المحاسبة وبيحاسب الحكومة على ما جاء فيه. هذا الأصل في الموضوع. ديوان المحاسبة مش مع مع أداء قوات يعني مسلحة، قوات مسلحة عندنا تجربة ممتازة. الجيشنا فيه مفتش عام. يعني أنت تطالب أن يكون هناك مفتشاً عاماً إدارياً؟ لا، هو نفسه بنطي المهمة، بديش أعمل أجهزة ثلاث، بنطي 3-in-1 ديوان خدمة مدنية، بنطي مهام المفتش العام اللي كنا نادي فيه وبعض مهام الرقابة، وبعزز دوره بالتخطيط، دوره مش أنه بس يقول لك عليك أن تعمل كذا، لا بقول لك بلغي. مش الآن الحكومة دورها التشارك المفروض بالسياسات؟ لا شوف يا أخوي بالسياسات، معلش معي اسمعني، بدي أضيف نقطة واحدة. والله غير أعطيك بس أنت فهمني الموضوع هذا. أوكي، مش هي كله حكومة؟ مش عندنا وزارة تخطيط؟ نعم مظبوط؟ وعندنا وزارة مالية؟ نعم. وعندنا ديوان خدمة مدنية؟ نعم. وعندنا وزارة عمل؟ صحيح. وعندنا وزارة تعليم عالي؟ هذول كلهم مش عارفين المشكلة اللي بتصير؟ وزارة التخطيط ما عملت، مش قادر تعرف انه هاي خططنا لكم روحوا نفذوا فيها؟ بس سؤال، ليش انا بدي اعطي ديوان خدمة كمان ثلاث اربع ادوار؟ ما كان عندنا وحدة تطوير مؤسسي لغوها، لا لا ما لغيناش، لا لغوها، لا لا ما لغيناش، وزارة قطاع عام الغي جيبها قيم. شوف وحدات تطوير المؤسسي ضرورية لا يجوز الغائها، لم تلغى. وتابع لمن؟ بحكي عن القطاع العام بشكل عام. القطاع العام بشكل عام. طب وشو دورها؟ ليش بتعامل مع الوزارات يا اخي وكانها وكان مؤسسي؟ يعني لازم انا اديرها بنظام. انا عندي في النهاية الوزارات والمؤسسات والوحدات الحكومية هي بتنتج خدمات، مزبوط ولا لا؟ المفروض هي تقيم ادائها على مستوى الخدمة اللي بتقدمها، وهذا ينسحب على الكوادر البشرية اللي بتقدم هذه الخدمات. أما أنا أجي تجيني مؤسسة من برا تعلمني كيف أشتغل؟ هذا كلام قديم صار، تجاوزت الدنيا كلها. لما بتجيب لي أمثلة في بريطانيا وبتجيب لي أمثلة في أمريكا، حجم القطاع العام وتدخل القطاع العام في النشاط الاقتصادي في أمريكا وبريطانيا مش زينا في الأردن. تؤيد وجود وزارة موارد بشرية تكون مسؤول عن التوظيف وعن العمل وعن تطوير الأداء المؤسسي وتطوير القطاع العام؟ أنا مقترح الشخصي تكون دمج وزارة العمل مع التعليم العالي، دمجن في وزارة موارد بشرية، دمجن بوزارة موارد بشرية. في نهاية الحلقة اسمحوا لي أشكر ضيوفي معالي ماهر المددحة وزير تطوير القطاع العام المسبق، شكرا لك لحضورك معاليك، وأشكر وصولك دكتور عبد الله القضاء المدير العام لمعهد الإدارة العامة الأسبق. دمتم بخير، التقيكم غدا، فإلى حين كل التحية.